فيديو النهارده يا رجاله هنلعب بالامريكان نايت مير كودي رودز في مباراه رويال رامبل في لعبه دبليو دبليو 2 كي 2024. انا يا رجاله عشان تحط اللايك على الشير في القناه وخلينا نوصل الفيديو ده اكتر من 500 لايك لعيون كودي رودز ولعيوني برضو يعني المفروض تحط 500 لعيوني برضو يعني المفروض يعني. انا ولا كودي رودز اكيد انا يعني اكيد انا احلى منه يعني خصوصا بعد التان اللي انا عملته ده. شكرا لكم جدا يا شباب على الدعم اللي تقدموه في الحلقات اللي فاتت بجد شكرا لكم. ومن غير كلام كتير يلا بينا على طول على الفيديو وخلينا نشوف كودي رودز هيعمل ايه امام 30 مصارع. اوكي يا شباب يلا بينا على طول علشان هنلعب واحده من المباريات المفضله عندي الصراحه مباراه الرويال رامبل. خليها برده في حلقه بتاعت راسل مانيا 2018 دي كانت حلوه الصراحه زي ما شايفين رويال رامبل خليها 30 مصارع يا شباب. كودي رودز طاقته 93 طبعا خليها الترتيب خليها رقم واحد انا كده كده هبقى رقم واحد. نظبط اسمه ايه المشتركين ولا خليها عشوائي مش عارف والله. A few moments later. اوكي يا شباب انا ظبطت شويه مصارعين الصراحه فخليها بس انا يعني ما اعرفش هيبقوا انهي رقم كام وكده هخليهم بشكل عشوائي جدا. يلا بينا على طول يا شباب باذن الله عندنا مباراه قويه جدا بكودي رودز. اوكي يا شباب يلا بينا على طول عندنا مباراه رويال رامبل كودي رودز هو اول واحد هيدخل يا شباب. هل يا ترى يقدر يعملها ويخرج حتى على الاقل 10 مصارعين؟ انا اتمنى ان هو يخرج 10 مصارعين. المباراه اللي فاتت بتاعت رومان رينز كودي رودز قدم مباراه اسطوريه فيعني هل يا ترى يقدر يعملها؟ ما نلعب بيه بقى ونقدم مباراه اسطوريه برضو كل ده هيبان يا شباب في حلقه النهارده. الامريكان نايت مير الاندسبيوتد دبليو دبليو اي تشامبيون برحله انقاذ البطوله بتاعته ان هو ما يخليش حد يفوز بالرويال رامبل علشان ما حدش يواجهه في الحزام يعني وكده. يلا يا كودي رودز قدامك تحدي كبير لازم اخرج على الاقل 10 مصارعين. جامد 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 يعني جامد جامد انا لعبت يعتبر باقوى مصارعين كودي رودز والحلقه اللي فاتت كانت رومان رينز ما شفتهاش روح شوفها من هنا ومن هنا كانت حلقه جباره جدا رومان رينز بدع بيها وامريكان نايت مير كودي رودز دلوقتي هيبدع برضه هو كمان. يلا يا كودي ودي 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 يا كودي جامد جامد جامد. بصوا انا الصراحه يعني اخترت شويه صعبين على شويه سهلين بس ما اعرفش اماكنهم فين. اوكي شاك جيبل هو رقم 2 يا شباب شاك جيبل طبعا رخم شويه الفا اكاديمي شاك جيبل رقم 2 يا شباب. هل يا ترى يقدر يخرج كودي رودز ولا ايه كله هيبان؟ يلا يا شاك جيبل يلا ادي تعالى على باش تعالى تشاد تشاد جيبل باذن الله طلعه بسهوله على معلم ابلع سوبر كيك لا تسارع بس 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 يلا اوكي صدار لا 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 اوكي ايوه ادينا سوبر مش عايز اتدمج بس بالله عليك بالله عليك مش عايز اتدمج كتير بالله عليك. اوكي ريح يابا ريح ابلع اوكي بوبي لاشلي رقم ثلاثه الغوا شوميه كده الغوا شوميه دي يا بوبي لاشلي رقم ثلاثه كده على طول بوبي لاشلي ابلع ابلع يا بوبي لاشلي شاك جيبل ابلع كودي رودز ماشي بدا يسيطر شويه ماشي يلا ركز ركز يا نبيل ركز يا نبيل على بوبي لاشلي ابلع 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 يلا يلا لاشلي رقم اربعه داخل بالطريق اوكي اوكي اللي حصل عورني شيمس رقم يا جدعان بس شاك جيبل عورني في مناخيري على يا كلب شيمس شيمس رقم أربعة يا شباب لا المباراة ابتدت تصعب والله صدها 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 لا يا كودي لا يا كودي مشكلة شاك جيبل لما عورني مشكلة دي مشكلة لا مبكر ماشي ابلع يا ابلع يا شيمس ابلع يا شيمس مشكلة اتدمجت جامد يا جدعان دمجت جامد ايه جاي ايه يا جدعان دخلوا لي اجمد الناس في البدايه ولا ايه؟ ايه جاي سايز رقم خمسه؟ لا 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 ريح ريح يلا انت هو يلا ايه 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 اللي بيحصل؟ ايه جاي ستايلز بقول لك ايه تعالى على ايه جاي اطلع بره يلا ايه جاي ستايلز بره 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 ايه جاي جاي اوسو يا جدعان لا لا في حاجه غلط اقوى المصارعين دخلوا بس ايه جاي سايز خرجته كده خرجت واحد نايس انا اتهنت حرفيا هلس يا كودي هلس يا كودي لا اتدمجت جامد قوي 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 يعني قوي كمان اكتر واحد متدمج هو انا يلا مين اللي جاي؟ مين اللي جاي؟ الكوره تسوى ماشي
هيساعد هيساعد جاك جيبل هيساعد تفتكر؟ ما اظنش هو مش طايقينه اساسا في الفا اكاديمي مش طايقينه جاك جيبل على يا لاشلي على يا بوبي لاشلي بوبي لاشلي على صداش اي حد بيضرب فيا عارفين اي حد بيضرب فيا اكلته زي حتى اكلته زور بيرن كوربن رقم 8 يا شباب على ده بيرن كوربن يا تعال يا بيرن كوربن على حاول اقدر عليك ابلع بيت جري ابلع بيت جري ريمي ستيريو رقم 9 يا شباب ريمي ستيريو ابلع ابلع بيت جري يا جدعان اكو 10 مصارعين تقريبا طلعتهولي يا جدعان في ايه على الهادي على بيرن كوربن اطلع بره بيرن كوربن بره بره كده شيمس ابلع يا شيمس شيمس بقول لك يا شيمس بقول لك يا شيمس معلش معلش يلا اطلع بره شيمس بره شيمس ميستيريو بره ميستيريو يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه كودي رودز طلعت ميستيريو ميستيريو حاول يغفلني بس طلعته وتشك قبل خرج جاي اوسو بره جاي اوسو بره جاي اوسو كودي رودز اون فاير كودي رودز اون فاير اون فاير اون فاير انا خرجت كم واحد انا ما اعرفش بصوا انا عدها في عامل لكم المونتاج انا خرجت كم واحد بس انا خرجت كتير قوي الصراحه خرجت كتير قوي 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 يعني ركز 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 بس جامد يا كودي والله جامد قضيت الحلبه قضيت حرفيا الحلبه درو ماكنتاير يا الله درو ماكنتاير يا شباب يلا يلا اطلع 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 هيا يا رب 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 بسهولة ماشي اوكي اكيد التصوير بيعمل فينش تقريبا لا 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 كان هيديني سبير والله والله كان هيبلعني سبير كرة زوا بيخرج درو ماكنتاير يا كرة زوا يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة دومينيك ميستيريو مستحيل يا جدعان درو ماكنتاير بيخرج من اكله تصور لا 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 مجنون مجنون تعال يا دومينيك 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 ميستيريو ماشي دومينيك بيحاول ينتقم لابوه اخر اكله تصور اطلع برا يا اطلع برا يا اكله تصور خرجت كم واحد والله ما انا عارف على دومينيك على دومينيك اطلع برا يا دومينيك لا لا طب ليه طب ليه طب ليه طيب؟ لا 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 ريح يا بوبي لاشلي تعال يا لاشلي على لاشلي برا يا لاشلي بوبي لاشلي بيخرج اوكي اسمه ايه؟ ريد ري داتلي ابلع اوكي جرانسر وولر لا 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 طب ليه طب ليه طب ليه غشوميه؟ ابلع يا ريح يلا على يا كلب عايز تخرجني يا كلب؟ تعالى اطلع برا اطلع برا تعالى ابلع قوم يلا قوم يلا كروس رودز عملت على الفاضي برونسون ريد ماشي تاني ندخل في العمالقة لا 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 ماشي برونسون ريد هو اللي جاي ايوه ادخلوا انتوا اتخانقوا مع بعضيكم على يا كلب على يا كلب بيدجري 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 على جرونسون وولر ابلع بيدجري يا دومينيك يا كلب خلاص خلاص رقم 15 جيمي اوسو يلا يلا يا دومينيك ماشي في لاك حصل لا 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 ابلع ابلع انا لسه اوكي برونسون ريد بيصد ابلع 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 يا برونسون ريد يلا على برونسون ريد ما لحقتش اعمله في ميك شو يا الله ميك شو يا جدعان ده تقيل ده ده تقيل بيك شو ده تقيل ابلع يلا يا برونسون ريد بقى عايز يعمله فينش ابلع ابلع برونسون ريد بره اركيو عملت له اركيو على بره اوكي دومينيك ميستيريو 6 1 لاين بيك شو بيك شو بلع فينش تقريبا بيك شو لا 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 عكسها لا 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 خش خش بسرعه خش بسرعه برونسون ريد برون سترومان يا شباب وصل سيبوني في حالي سيبوني في حالي سيبوني في حالي يا كلاب ماشي ماشي تعال يا برون سترومان تعال يا برون سترومان
على انت لسه داخل بس اوكي اللعبه فيها لاج معلش معلش. اوه خرج بيك شو خرج بيك شو يا شباب ابلع يا برون سترومان على برون على برون سترومان ابلع اوكي جيف هاردي رقم 18 يا شباب جيف هاردي رقم 18 قوم يا قوم يا دومينيك دومينيك يلا حان الوقت يا ابن الذين طب ليه طب ليه طب ليه طب ليه طيب طب ليه طيب طب ليه طيب استخدم المرونه استخدم لازم استخدم المرونه على دومينيك على دومينيك كرت الجاك برا جيف هاردي على جيف هاردي عكسوها ولد الجزمة لا 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 مبكر لا 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 يا جدعان لا يا جدعان لا 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 أنا برا أنا خرجت أنا خرجت خرجت يا الله يا الله بس صمدت والله والله صمدت يا عم سي ام بانك نايس أنا سي ام بانك للأسف كودي رودز بيخرج على رقم 20 والله إنجاز وكودي رودز عمل مباراة خيالية صراحة يلا سي ام بانك يا شباب على جيف هاردي جيف هاردي يا كلب تعال يا جيف هاردي يا كلب ابلع ابلع يا كلب تعال تعال أنا أخرجك يا كلب تعال اطلع بره ماشي عكسها ابلع 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 يلا يلا يا بانك يلا يا بانك اديله يا بانك اديله دراجانوف وصل يا شباب دراجانوف وصل اوكي ابلع يا ابن الذين دراجانوف ريح شوية يا نبي ريح شوية ماشي ماشي سي ام بانك والله ممكن اقدر اكسب بيه اوكي متاخر جون موكسلي رقم 22 دينام روز يا شباب او جون موكسلي بس دراجانوف شاطت حلو عليا ليه طيب ليه ليه سيبني يا دين امبروس ابلع يا دين امبروس برونسون ريد تعال على برا يا يلا يا برا يا يلا يا برا يا فينش عاكس الفينش يا ابن الهزينة على يا كلب على يا كلب اوكي كايزر رقم 23 لا 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 دراجانوف يخرج دين امبروز ايه يا جدعان اللي بيحصل ده؟ ايه الجنان اللي بيحصل ده؟ حرفيا جنون المباراة كلها مجنونة لا 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 يا جيف هاردي لا يا جيف هاردي على يا جيف هاردي عكسها برضو خش يا بانك بيج بوس مان رقم 24 على هذا كلب يا على هذا كلب يا يلا اطلع بره طب ليه طيب؟ مصمم يطلعني يا جدعان. جرانسون وورر على بيج بوس مان عمل له فينش عمل له ستانر حلوه حلوه والله والله حلوه يا عم. جرانسون وورر ده جامد صامت هو مش جامد هو صامت عمال يصد مني ملك الصد ده ولا ايه؟ على ده كايزر يا على ده كايزر يا دي دي تي بيج بوس مان جولد بيرج رقم 25 بدأنا ندخل في العمالقه بقى بدأنا ندخل في العمالقه يلا ده كايزر يا كايزر اطلع بره اطلع بره يا كايزر اطلع بره يا كايزر بيج بوت بره لا 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 ولا لا الحبايب برون سترومان على جيف هاردي يا جدعان لا سيبني انت مالكش دعوه بيا انت جولدبرج على جولدبرج انا اعمل لك سيجنشر تعال سيجنشر على جولدبرج استسلام على جولدبرج بس ملوش لازمه الاستسلام فكه عشان هو ملوش لازمه يلا يا جولدي بيرج افتكر اقدر اطلعه افتكر اقدر اطلعه عكسها والله عكسها لا سي ام بانك يا شباب بره سي ام بانك بيطلعني جولدي بيرج للاسف والله مباراه مجنونه نفسي نفسي مره مره عارف لو كنت دخلت بكود رودز رقم 10 كان ممكن يبقى فيها بروم بريكر انا بلعب بروم بريكر كايزر بيطلع بروم بريكر والله بروم بريكر مش وحش بس لا عمرك ما لعبش بيه اكيد ماشي هلعب باللي جاي هلعب باللي جاي ان كان هو مين عايزين لاعب مصارع يبقى كويس ابلع روم بريكر تعالى 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 ابلع يا جوردي بيرج ابلع يا جوردي بيرج جيف هاردي جيف هاردي اخدت وقت كتير قوي يا جيف يا جيف يا ابن الذين جيف هاردي
ماشي انا هلعب باللي جاي يا شباب. يا رب يكون مصارع كويس. بس جون سينا، جون سينا، هلعب بجون سينا. معلش 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 يا بومبريكر، انا اسف بس هلعب بجون سينا. معلش انا اسف. تعالى جون سينا، يلا يا باشا. سينا وصل، ابلع يا جولدبرج. تعالى يا جولدبرج، تعالى تعالى يا جولدبرج، ابلع يا جولدبرج، ابلع يا جولدبرج، ابلع يا جولدبرج. اوبا عكسها. سيس فريكن رولينز، سيس فريكن رولينز يا شباب، رقم 28 هو سيس فريكن رولينز. يلا يا جولدبرج اطلع برا يا جولدبرج. سينا بيخرج جولدبرج. جيف هاردي، انا عايز اخرج جيف هاردي. على جيف هاردي اطلع برا. اوكي بيج بوس مان ضربني 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 ضربني. اوكي ذا روك، رقم 29 ذا روك يا شباب، ابلع يا ده كروم بريكر. يلا ذا روك يا شباب رقم 29. خلاص فاضل مصارع واحد، مين هو؟ بس استنى ثواني بس نخلص على الكلام ده. بوم بريكر اطلع بره بقى، انجز بقى، اطلع بره بقى، انجز بقى. جيف هاردي بره، جيف هاردي انا انتقم للسي ام بانك بره. يلا يلا خرب خرب خرب. اوكي رقم 30 مين يا شباب؟ رقم 30 بروك ليزنر. ذا روك وبروك ليزنر هم اخر اثنين. بروك ليزنر سي ام بانك. سيس رولينز، لا يا سيس. ماشي حلو يا سيس. يا الله خلاص يا سيس، خلاص يا سيس، سيس فريكن رولينز خلاص. عمال يضرب فيا والله. اوه استسلام، بس ملوش اي لازمه. اوه ايه البوكس ده؟ ضربت اتنين بالبوكس. جامد جامد. برون سترومان عمل فينش لذا روك. اوكي 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 اوكي. ايه برون سترومان؟ ايه يا اسطى؟ بيج بوس مان خرج؟ محدش قادر عليك ولا برون سترومان؟ بروك ليزنر ذا روك خرج؟ برون سترومان على فكره صمد كتير والله. برون سترومان صمد كتير. يلا يلا اطلع برا يلا. اطلع برا. يلا بقى اطلع بقى. يلا 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 برا برا برا. هرب ده برون سترومان، شدت حلو جامد قوي يا جدعان. بس ريح ريح. بقول لك ايه بقى، تعالى بقى انا تعبت معاك بقى. يلا بقى يا جدع بقى، يلا بقى يا جدع فينش. هو ما تعملوش فينش ليه يا جدعان؟ مش عايز يموت. ما تعملوش فينش ليه يا جدعان؟ يلا ايه 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 على برون سترومان. خلاص انتهي برون سترومان بره. قوم يا سينا، ده هو اللي قام يا سينا، ده هو اللي قام يا سينا. بروك ليزنر وسيس رولينز بيخلصوا على بعض، وانا وبرون سترومان بنخلص على بعضينا. على برون سترومان بره بره. ايه ما طلعش ليه؟ ما طلعتش ليه يا زفت انت؟ بره بقى بره بقى يا جدعان. ها مش عايز يموت برون سترومان، مش عايز يموت في الصرمه. هو اللي خرجني، هو اللي خرجني. لا بروك ليزنر لعيني. الحمد لله سيس رولينز هو اللي خرج يا شباب. حاسس بروك ليزنر اللي هيكسب اللقاء ده، مش عارف ليه حاسس كده. بروك ليزنر اللي هيكسب، سيس رولينز بيخرج. ماشي 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 خلاص خلاص خلاص. اوه برون سترومان يا مجنون، خرج بروك ليزنر يا ابن المجنونه يا ابن المجنونه. يلا يو كان سي مي، يو كان سي مي على بروك، على برون سترومان. برون سترومان مجنون حرفيا، خرج بروك ليزنر. جون سينا فايف نكل شافل. يلا اطلع بره. استنى 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 اعمل لك فينش. ايه ايه انجز. ايه ايه يلا ايه 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 ايه. لا صدها 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 صدها. عمل لي فينش، عمل لي فينش، عمل لي فينش برون سترومان. عمل لي فينش، عمل لي مونستر سلام برون سترومان في مفاجأة غير متوقعة.
بيكسب برون سترومان، وفجأة أسطورية برون سترومان بيكسب الرويال رامبل يا شباب، قدام عتاولة، قدام عتاولة فعلا برون سترومان. لا بس مسحقها صراحة، جامد جدا برون سترومان بيكسب الرويال رامبل. بس يا رجالة مباراة كانت مجنونة ونهاية غير متوقعة بالمرة. أتمنى يكون معجب استمتعتوا بيه، زر اللايك واشتركوا في القناة مع محمد نبيل. في أمان الله، شكرا لكم يا جماعة، مع السلامة يا شباب.